هلا في ناس بتقول لك لازم نتحاور يعني مع الآخر حتى توصل لسيطرة. حقيقة إنه ما في حوار يعني. في ناس ضد الحوار. يعني بالأساسية يعني الطبع تبع غلبة الطبع. يعني هذا الطبع يعني. يعني إذا أبوه وأمه ما عدلوا فيه. يعني أنا بدي أعدل فيه. أنا بدي أصلح فيه يعني. هذا الطبع وهذا. بقى في أشياء يعني من الصعب إنه حتى الحديث فيها. أو توجيه النصائح أو الإرشادات أو التوضيحات. فأنا نحن بنترك الأشياء تبعنا اللوحة مثلا كما هي يعني. يعني السخيف سيبقى سخيف والرجل النبيل سيبقى نبيل والرجل الكريم سيبقى كريم. كل واحد يضع حاله ضمن المرتبة الذي هو يريدها أو يرغبها. يعني ما راح أتوقع من الآخر بين قوسين يعني الذي يكره عملي انه يحب عملي. انا اشكك اذا بدي يحب عملي مع انه نسبة المحبين لوحات هني اكثر من الكارهين. يعني الكارهين دائما هذول الفلسين يعني جيوبهم مثقوبة وكل شيء مثقوب بهم. هنيئا لهم.